الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه التغطية الخاصة حول مجريات حوار الصخيرات. ما هي التعديلات التي ضمنها وفد المؤتمر الوطني في مسودة الاتفاق السياسي؟ وهل يضمن هذا الاتفاق تقاسم سلطة حقيقي يحقق التوازن والاستقرار، أم هو تسويق للوهم والجري خلف السراب؟ كيف تعطى حكومة التوافق صلاحيات كاملة بدون مرجعية تضمن صحة مسارها؟ ومن هو صاحب القرار في تعيين المناصب السيادية؟ بل وما مصير تعديل المؤتمر الأخير للإعلان الدستوري بخصوص مرجعية الشريعة بعد إلغاء جميع قراراته بنص هذا الاتفاق؟ وكيف يرضى الثوار والمؤتمر بأن يكونوا تحت سلطة قرار مجلس النواب في تحديد الإرهاب والتشكيلات المسلحة وتحديد الجيش الوطني؟ لماذا الإصرار على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان؟ أين السيادة الليبية من ذلك كله ومرجعية الشريعة والأعراف الوطنية؟ هل ما قيل حول انتصار المؤتمر الوطني مقدمة لتسويق اتفاق تقاسم مناصب وليس تقاسم سلطة يضمن الحفاظ على مكتسبات ثورة وتضحيات شعب؟ حول مستجدات حوار الصخيرات نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة حنان شلوف، المستشار السياسي لوفد المؤتمر الوطني للحوار، وكذلك الدكتور فتحي الفاضلي المحلل السياسي. فباسمكم جميعا نرحب بكلا ضيفي الكريمين. مرحبا دكتورة. مرحبا دكتور. قبل أن نبدأ بهذه الحلقة ننتقل إلى تقرير حول هذا الموضوع. ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. أطلق مجرم الحرب خليفة حفتر حملته العسكرية المسماة بالكرامة في الشرق الليبي في شهر مايو من العام الماضي، وامتطى صهوة الحرب على ما يسمى بالإرهاب، متجاوزا الأعلان الدستوري ومهددا السلطة الشرعية بالاعتقال، أنه سيكون هدفا مشروعا للجيش والقوى الأمنية. وجاءت الحملة في سياق الانقلابات التي جرت في المنطقة وبدعم إقليمي من دول عرفت بمساندتها للانقلابات والثورات المضادة، وتزامنت مع الأفعال الشنيعة التي قام بها الانقلابي عبد الفتاح السيسي الحاكم العسكري لمصر، والهجوم العسكري للواء المتقاعد حفتر على بنغازي هيأ له تحرك أجنحة انقلابية في الغرب الليبي متماثلة في كتائب القعقاع والصواعق التي حاولت مرارا وتكرارا الانقلاب على المؤتمر ولم تعترف بشرعيته. أولا، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام وكف يده عن ممارسة. لم يقف الثوار مكتوفي الأيدي، فكان الرد على العملية العسكرية تحركا عسكريا قاده مجلس شورى ثوار بنغازي، وفاجأ ثوار المنطقة الغربية الانقلابيين بعملية مباغتة تحديدا في العاصمة طرابلس عرفت بعملية فجر ليبيا، وكان هدفها مواجهة الانقلاب والقضاء عليها. وبعد القضاء على الانقلاب في العاصمة طرابلس انكفأ البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية على نفسه ووقف وراء الانقلابي حفتر وتبنى عملياته العسكرية في طبرق بقرار رسمي من البرلمان المنحل. قام ما يعرف بالمجتمع الدولي بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم والاستشارة في ليبيا السابق طارق متري، واستبداله بالإسباني برناندينو ليون الذي كان له دور في ترتيب انقلاب السيسي. وحاول المبعوث الخاص تدارك الفشل الذي لحق بالانقلاب في ليبيا، وأطلق ما سماه حينها بالحوار بين الأعضاء المنضمين لبرلمان طبرق والمقاطعين له في تجاهل صريح للطرف صاحب الشرعية والسيادة المتمثل في المؤتمر الوطني العام. تجاهل المبعوث الدولي حكم المحكمة العليا، وبالرغم من تصريحاته المتضاربة بشأن قبوله للحكم
إلا أن حركته لم تأخذ في الحسبان الاعتراف بالمحكمة والقضاء الليبي. لم يكف المبعوث الدولي عن المراوغة والالتفاف على حكم المحكمة، ولم يتوقف عن محاولات إضعاف وشق صف الثورة وهدم مفهوم السيادة الليبية، فأجرى المبعوث اتصالات بأطراف محسوبة على معسكر المؤتمر من قادة الثوار وسياسيين وأحزاب وغيرها، محاولا إغراءها بالوعود والمناصب، مستخدما ذريعة الحوار وضرورة الوصول إلى تفاهم سياسي. حاول المبعوث جر المؤتمر إلى طاولة الحوار في جنيف في يناير الماضي، ودعوته من ضمن أطراف عديدة لإضعاف حضوره وإسقاط حكم المحكمة الضمنية، ولكن المؤتمر نجح في بعض المحطات من تجاوز العقبات والفخاخ التي نصبها له ليون، إلى أن وصل إلى ما سمي بالمحطة الأخيرة في الحوار السياسي الليبي بسخيرات في جلستها الثامنة. وبعد تعذر الوصول إلى التفاهم على إطار جامع في الحوار بين المؤتمر الوطني العام وبرلمان طبرق المنحل المتبني لعملية الكرامة، يحاول اليوم المبعوث الأممي برناردينو ليون تجاوز أطر الاتفاق بعدم الحديث عن الخلافات بين المؤتمر ومجلس النواب المنحل، والذهاب مباشرة إلى تنصيب ما يعرف برئيس حكومة توافقية. ويبقى السؤال الملح: ما الذي يحفظ للدولة الليبية سيادتها ومرجعيتها القانونية المتمثلة في حكم المحكمة العليا، ويضمن إخراج الانقلابي خليفة حفتر وقواته العسكرية المتهالكة من المشهد، إذ ما تم تشكيل حكومة ما يسمى بالتوافق ولم تناقش هذه القضايا الجوهرية؟ مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. دكتورة حنان، لو نبدأ بما هو الهدف من الحوار وفق ما رأيت وشاهدت وكنت أنت حاضرة لهذه الجولة من حوار الصخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية لابد أن نعرج قليلا على الغاية والغرض من الحوار أو من هذا التفاوض السياسي، إذا سمينا الأمور بمسمياتها، وإن كان هذا الأمر لا هو بالحوار ولا هو بالتفاوض، فهو مزيج هلامي لا نعرف ما هو أصله وما هو فصله. بدأت العملية الحوارية مع فريق الحوار المؤتمر الوطني الذي كان بقيادة دكتور صالح المخزوم النائب الثاني للمؤتمر الوطني، وكان عليه قيادة الحوار بالكامل فيما ليس هو مفهوم هل هو حوار أو تفاوض، وقد أداروا تلك العملية بحنكة جيدة. الآن على هذا الفريق الذي بقيادة النائب الأول للمؤتمر الوطني هناك ملاحظات محددة كان يجب عليه أن يضمنها في المسودة التي أقفل باب التعديل فيها عند التوقيع بالأحرف الأولى. كان هذا الأساس وكان هذا المنطلق الذي دخل به الفريق الثاني لهذا الحوار، ولكن ما لاحظناه في الصخيرات أنه لم يكن هدف البعثة وفق ملاحظاتي الشخصية هدف البعثة هو هذه المسودة، بل كان هدف البعثة بالمطلق هو الحكومة، ولعل وعسى أنه كان هدف البعثة منذ اليوم الأول ما قبل حتى غدا مس واحد أنه الوصول إلى حكومة توافق وطني في ظل كان الانقسام ما بين النواب والنواب المقاطعين في تلك الفترة. أعتقد أن هذا المشروع هو ما زال مستكمل، لا يعنيهم أمر السلطة التشريعية كيف تكون، ولا يعنيهم الأمر الآخر كيف يكون، بقدر ما يعنيهم الوصول إلى هذه الحكومة التي ستكون مرجعيتها بالمطلق ليس هذا النص الذي يتم كتابته الآن ويتم الاعتراض عليه أو المطالبة بالزيادة فيه أو المطالبة بتغييره، بل أن المرجعية بالمطلق دائما إلى الاتفاق السياسي، هذا الاتفاق السياسي الذي يستمد مفاهيمه ويستمد أصوله ويستمد آلية الاحتكام إليه من البعثة مباشرة. إذن هو هدف البعثة الأساسي في هو الحكومة لا غير. ما الذي رأيته في هذه الجولة تحديدا يؤكد هذا المعنى؟ الاستجابة السريعة جدا لطلبات المؤتمر الوطني وتعديلاته، بالرغم من قفل الباب نهائيا
في نعم. السابق، وإن كان هذا يعد إنجاز لهذا الفريق نعم. فريق المؤتمر الوطني، فنحن رأينا كيف اندفع الموقعون على هذه المسودة نعم. بالرغم ما فيها من أشياء تسيء إلى السيادة الليبية وإلى استقلال ليبيا وإلى آخر تلك الأمور وترهن بالكامل للمجتمع الغربي، حاول على الأقل هذا الفريق جعل البعثة تتراجع عن هذا المفهوم وتتراجع عن هذا الأمر وتفتح المسودة إلى هذه التعديلات نعم. ولكن ما نلاحظه في مقابل هذه التعديلات أنها دائما ما تؤكد على المرجعية للحكومة، أنها مرجعية للاتفاق السياسي الذي أصل من أصوله هو بعثة الأمم المتحدة، أي أن البعثة ستكون دائما هي المرجع لهذه الحكومة. سنأتي لهذه النقطة لكن لو تضعينا في الصورة تمام. هناك نص أصبح معلق ما بين البرلمان وما بين المؤتمر الوطني، وهو نص المناصب السيادية أو المناصب القيادية الأمنية والعسكرية والمدنية. هذا النص عندما اتجهت البعثة إلى أن يكون مضمنا في المسودة بصيغة غير متفق عليه. لو تعطينا سيادة حضرة المخرج هذا النص حتى يراه المشاهدون. نعم. إذن هذه في المادة العاشرة من الاتفاق. نعم، وهي من ضمن المواد التي أضيفت حديثا إلى الاتفاق. نعم. لم تكن موجودة سابقا. نعم. لو تكبر الخط حتى يظهر. واضحة تمام. غير متفق عليه. هذه ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا المعنى يطلب بحسب ما أشار ليون إلى أنه يصوت المؤتمر الوطني على هذه المسودة بما نعم. هي عليه في ظل وجود نص غير متفق عليه، ويصوت المجتمعون في طبرق على المسودة في ظل وجود نص غير متفق عليه. هذا النص ستحكم فيه حكومة التوافق الوطني بما هو موجود في النص المنصوص عليه. نعم. عندما نصل إلى حكومة التوافق الوطني سنجد أنفسنا أمام صراع من نوع جديد ما بين مجلس الدولة وما بين مجلس النواب المستحدث. نعم. في هذه الحالة كل سيتمسك بالنص الذي صوت عليه أو نعم. بالمفهوم الذي صوت عليه في هذه المادة مما سيدخل مجلس الدولة وهو يتعلق بالمناصب القيادية العسكرية. نعم. وهنا عندما نلجأ وكذلك الأمنية والمدنية العليا يعني نعم. هي الدولة نعم بالضبط. وهذا في ظل نعم. أن غير الاتفاق هناك مشكلة أخرى في النص في ذاته. في النص في ذاته عندما أوقع وهو موجود وهناك مهلة فأنا أعطي الشرعنة للموجودون حاليا في نعم. هذه المناصب نعم. وهنا الإشكالية التي يجب أن نسأل ما مصير. نحن لدينا ازدواجية لمن الاعتبار هنا، فإذا أخذنا الاعتبار إلى مجلس النواب ستكون المشكلة أنه أصبح حفتر مشرعنا شرعية كلية وشرعية دولية بموجب هذه الحكومة التوافقية ولو يوم واحد من بعد الاتفاق وليس 20 يوما. طيب لو دكتور فتحي الفاضلي، الآن هذا الحوار السياسي ونسمع أن هناك بعثة والحوار السياسي والمرجعية تكون الحوار السياسي إلى آخره، من هم أعضاء الحوار السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أستاذ عبد الله وأحيي ضيفتك الكريمة الدكتورة حنان ومشاهديك الكرام، وأشكر قناة التناصح على هذه الفرصة الطيبة. حقيقة الحوار من بكامله هو انقلاب على ثورة 17 فبراير، انقلاب بارد نعم. انقلاب الجلادين والطامعين في السلطة على حساب دماء الشهداء. هذا ما توصلت إليه بكل قناعة وبكل يعني تجرد من انتماء فكري أو سياسي أو شيء. هذا انقلاب سيدي الكريم، انقلاب واضح جدا، وأدعم ما ذكرته الدكتورة حنان من قضية أن البعثة همها الأول والأخير تشكيل حكومة، لأن أولويات سيدي الكريم، أولويات البعثة وأولويات ما يسمى بالمجتمع الدولي، يتحدثون عن الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، وقضايا اقتصادية أخرى من مخرجات مؤتمر روما وباريس، وربما بعض بقايا ليبيا الغد وبعض المنشقين، اتحاد المنشقين والذين انشقوا في الوقت الإضافي بعد أن بدأ الشباب يعطي دماءهم ويقاتل ويسقط الطاغوت أرعن أهوش، أنشقوا بعد أن خدموا الطاغوت 20 و30 و35 سنة، قد يتحالفوا مع
بعض بقايا ليبيا الغد الذي أصبح تاريخ وذهب في مزبلة التاريخ بعد أن أسقطنا الطاغوت. هؤلاء قد يتحدوا للبحث عن حكومة كانت ما كائنة. أولوياتهم الهجرة غير الشرعية، الإرهاب وقضايا اقتصادية، أولويات الوطن، العدالة الانتقالية، لم الشمل، بناء دولة المؤسسات، بناء ليبيا الجديدة. هل موجود هذا في المسودة؟ أبداً سيدي الكريم، كل ما تتحدث عن المسودة حكومة ومناصب وقضايا سيادية وشبه مشروع به من الثغرات بدل الثغرة ألف. وأستعجب حقيقة في بعض الإخوة الذين يقبلون مثل هذه المسودة، بينما لو نظرنا بنظرة بسيطة جداً جميع القضايا الأساسية في يد مجلس النواب، إقالة وتعيين رئيس المخابرات مجلس النواب، الاتفاق على المعاهدات الدولية والوثائق مجلس النواب، إعطاء الثقة للحكومة الوفاق مجلس النواب، ماذا بقى للطرف الثاني؟ مجرد جسم تشريعي استشاري، نمر بلا أسنان أو نمر من ورق كما يقولوا. سيدي الكريم، الموضوع أكبر من هذا. مجلس النواب الذي صدعنا بالشرعية لا يملك الشرعية أصلا. الشرعية لا تمتلك بأصوات الاقتراع فقط، الشرعية تمتلك بأفعالك على الأرض. أنا لست ضد مجلس النواب لو لم يضع يده في يد الآلة الحربية البشعة التي تدمر في وطننا الآن تحت مسمى الكرامة، لكنه يا أخي كشر عن أنيابه، كشر عن أنيابه ودعم عملية حرب، جرائم حرب ضد الإنسانية، ثم تعطيه كل هذه الصلاحيات؟ لا يا أخي، هو مرة أخرى انقلاب. أضف إلى ذلك سيدي الكريم، إذا مجلس النواب قدم أسماء، هذه الأسماء خدمت الطاغوت، إعادة هذه الأسماء دعمت الطاغوت، من حفتر إلى شلقم، تدعيم سلمي أو سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو عسكري، هم يقدمون رجال، يدعمون رجال العهد السابق. هم يتكلمون بصراحة بدون مواربة في القضية هذه، واضحة يعني. مش يعني هم ما عندهمش مشكلة أصلا من حتى مع القذافي نفسه. نعم سيد الكريم، وبالتالي الصراع ليس صراع سياسي على سيادات وعلى وظائف، وهذا كلام فاضي بالنسبة لي. هذا بالنسبة لي كلام. إذن هو انقلاب بارد، لكن المصيبة أن هذا الانقلاب سيكون بالتوقيع عليه من أصحاب الحق أو من يمثلون أصحاب الحق. لو دكتورة، الآن تكلمت عن قضية تعديلات المؤتمر، وفد المؤتمر، ولا نحن الآن سمعنا تطمينات وخاصة كلام مقتضب في اللقاء الصحفي اللي عمله رئيس الوفد المؤتمر، ولكن نريد نعرف تحديدا ما هي هذه التعديلات. الآن عندما نقرأ هذه النسخة يعني حقيقة أن هناك ليس هناك فرق كبير، مجرد بعض الرتوش فقط. وهذه النقطة التي ذكرت عنها سنعيد الكلام فيها، لكن تعطينا أيضا التعديلات، ما هي بالتحديد، ما هي التعديلات؟ التعديلات اللي في المسودة أم التعديلات التي طلبها المؤتمر؟ طلبها المؤتمر ووافق عليها اليون في إدخاله في التعديل في المسودة. التعديلات التي طلبها المؤتمر 9 تعديلات. نعم. منذ الفريق الأول، وما هو ما عمل هذا الفريق على تضمينها داخل المسودة. نعم. ما تحصلنا عليه من تعديلات يفوق ما طلبه المؤتمر الوطني من تعديلات، كان بعضها إضافات وبعضها تعديلات، ولكن للأسف الشديد بالرغم من ما حققناه من فتح باب المسودة الذي قالوا عنه أنه أقفل بالكامل، لكن الإشكالية الكبرى تظل دائما في دوران البعثة بالمخادعة في النصوص، دائما ما نتوافق معها على نص ثم تذهب وتعيد إلينا الصياغة، تعيدها صياغة مختلفة وفيها ألعاب جديدة، وهذا ما كنا نستعجب منه. في بعض الأحيان حتى قلنا لهم فيها بعض المواد التي تمس للسيادة، قلنا لهم من المستحيل أن الطرف الآخر سيرفض هذا للتعديل، قال ولكن معايير البعثة لا تسمح. إذا نحن نفاوض البعثة ولا نفاوض طرف المستقلين أو المقاطعين أو الأحزاب أو برلمان تبرق، فكانت هذه إحدى ما كنا نخشاه من قبل وما لمسناه واقعا وحقيقة عندما تقول البعثة أن هذا ليس من معايير الأمم المتحدة. وتفضل في ذلك الوقت أحد المستشارين وهو صلاح البكوش أن أحضر لهم نصا يتوافق مع ما كنا نريده، وفعلته البعثة بالفعل
في مفاوضات سيراليون في 99، وهم ما تفاجؤوا هم به وهو ما يدعمنا نحن ضد ما قالوا أنه معايير الأمم المتحدة التي كانت يجب أن تكون في هذا النص. من العجيب أيضا أن الأمم المتحدة دائما تصرح في بياناتها وفي عبر موقعها أن ما تقوم به في النهاية يعد مخرجات للحوار بين الليبيين، ولكن ما لاحظناه واقعا أنها هي من تحضر الصياغة، هي من تعد هذه الأمور. عندما نفاوضها أو نتحدث معها في أمر تقول أنه لا يتوافق ومعايير البعثة، إذن أين مخرجات حوار الليبيين؟ في هذه الفقرة الغير متفق عليها ماذا قالت لنا البعثة؟ قالت البعثة أنها ستعطي خطاب ضمانة بالصياغة التي يريدها المؤتمر الوطني للحكومة، بحيث تلزمها فيها بأخذ ما يكون في صالح المؤتمر الوطني في موضوع المناصب. وتناست البعثة أنها بعثة فنية لوجستية، لا تملك أن تناصر طرف سياسي على آخر، لا بخطابات ولا بأي. هنا تكمن الخدعة في التطمينات، هي لا تملك هذا الأمر. أيضا هنا يتضح عدم نزاهتها في إدارة هذا الحوار، وما يدريني أنها لم تعطي نفس الخطاب من تحت الطاولة للطرف الآخر. وسنقع في إشكالية أكبر من هذا الأمور. فإذا ما استعرضنا من الممكن، أنا كنت حاضرة، هذه التعديلات بعدها بعضها ما طلبناه، من ضمنها حذف مؤتمر روما وباريس، وكانت لنا جولة مع الفريق القانوني للبعثة، واستجابوا أخيرا بعد أن قلنا لهم أن الطرف الآخر أيضا طلب بحذفه، فلماذا لم تأخذوا به؟ فتلعتموا بداية، ظنوا جهلا منا لأن احنا لا نعرف طلبات البرلمان في هذا الموضوع، وفي النهاية استجابوا. ولكن في مقابل الاستجابة دائما هناك نص آخر يعيدنا مرة أخرى إلى ما كنا نخشاه. ففي مثلا على سبيل المثال، كنا دائما نخشى من مسألة إدخال القضاء في المعترك السياسي، وبخاصة فيما يخص المادة 16 التي كانت تنص على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما من إقرار تاريخ إقرار هذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السياسية التالية، ووضع من ضمنها رئيس المحكمة العليا. نحن نعرف أن رئيس المحكمة العليا اختياره يكون من الجمعية العمومية للقضاء، وتعيينه يكون من الجهة التشريعية بتوصية من الجمعية. في هذا النص قبل التعديل الذي يطلبه المؤتمر الوطني، كان بالتعيين نفسه أو اختيار رئيس المحكمة العليا يكون بالتشاور ما بين اللجنة مكونة من أعضاء من مجلس الدولة وأعضاء من مجلس النواب، أي أننا أدخلنا القضاء واختيار منصب أو اختيار الشخصية التي ستكون في رئيس المحكمة العليا أدخلناها في المعترك السياسي. فأضفنا لها فقرة من البداية مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة ووفقا للآلية المنصوص عليها. إذا في هذه الحالة عندما أتي إلى كيفية اختيار رئيس المحكمة العليا، إذا أنا حافظت على الآلية المتبعة. لكن باقي هناك لابد من موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذا التعيين وهذا أمر طبيعي، الجهة التشريعية هي التي تعين الطبيعي، ولكن الذي لم يكن من الطبيعي أن الاختيار، لأن الاختيار سيدخل القضاء في معترك السياسة. إذا ذهبت هذه النقطة مع رغباتنا. يذهب إلى آلية التحكيم في هذا النص المسودة، وهو ما استغربنا فيه، يحال أي نزاع المادة 70، يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي اللي هو الذي نحن بصدده وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا. طبعا هذا عندما رشح لنا هذا النص كانت برئيس المحكمة العليا، واعترضنا اعتراض كلي، كيف يكون رئيس المحكمة العليا رئيس أعلى هيئة قضائية في الدولة مجاورة مع عضو من مجلس النواب أو عضوين من مجلس النواب وعضوين من مجلس الدولة؟ ماذا لو حدث تصويت ولم يكن هو في هذا الطرف؟ كيف سيحكم من القاضي؟ لابد أن تكون هناك المراكز القانونية على الأقل متساوية، ولا يكون بهذه الكيفية. عندما اعترضنا أعطونا النص الجديد، وطبعا هذا قبل سفرنا بعشر دقائق، سلمونا هذه المسودة برئاسة مستشار من المحكمة العليا، ويستكمل الباقي إلى أن يصل إلى أن تختارهم جهتهم وتشارك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في أعمال تلك اللجنة كمستشار.
إذا بعثة الأمم المتحدة أصبحت عنصر أصيل ولو بالاستشارة في التحكيم فيما يعرض في هذا النص، وهذه إشكالية أن تكون الأمم المتحدة في هذا الأمر. لماذا هذه إشكالية؟ لا وجود لمحاضر اجتماعات، لا وجود إلى توثيق، لا وجود لأي شيء من هذا الأمر. إذا سأكون دائما في الرجوع إلى تفسيرات الأمم المتحدة، هي تفسر النص لصالح من؟ لأنه ليس أمام هذه اللجنة التحكيم سوى هذا النص. خارج النص لن تجد أي شيء إلا الاحتكام إلى البعثة وإلى الاسترشاد إلى البعثة، ولا يوجد هذه المجالس وهذا الجلسة المحاضر، وهذا ما يدخلنا في مختنق كبير جدا جدا جدا، وهذا ما يدعونا إلى أن الأمم المتحدة ليست جدية في التعاطي مع صنع مرحلة أو المساعدة في الوصول إلى مرحلة انتقالية آمنة لحين وضع الدستور الدائم، بل هي كل ما يهمها في حقيقة الأمر هي الحكومة وباقي المشاكل فليحلها الليبيين كما يريدون. ترحيل لهذه النزاعات والمشاكل إلى المستقبل إلى الحكومة، لكن هل هناك شيء آخر من التعديلات؟ نعم، هناك 7 إضافات جديدة و9 تعديلات. طيب لو نأخذ فقط دكتور فتحي ثم نعود إلى هذه الإضافات. دكتور فتحي، هذا الحوار مكون من عدة مسارات، والآن هذا الحديث مع وفد المؤتمر الوطني، هناك الطرف الآخر وهو المجلس طبرق المنحل، كذلك هناك الأحزاب وهناك المرأة وهناك عدة مسارات. نعم، فمن هم أطراف الحوار؟ سيدي، يعني بدون تخوين أي أحد، الذين اشتركوا حتى من المسارات غير الرئيسية يعني نظن فيهم الوطنية والإخلاص، لكنهم أخطأوا خطأ استراتيجي، يعني ما كان يحق لهم أصلا أن يوقعوا، يحضروا، يثروا النقاش، يستشيروا. نعم يعني ولا لا، لكن يقول لك أنك أن نحن دفعنا بهذا الحوار، كان كاد يفشل هذا الحوار، هو فشل، فوقعنا لكي مع اعتذار شديد إلى الأمام، مع اعتذار شديد لهم، هو أصلا لم يكن هناك أي حوار. نعم، حتى يومنا هذا. نعم، حتى هذه الثانية لم يكن هناك أي حوار، بل ما زلنا نقول تفاوض حوار. أولا، ثانيا سيدي الكريم، هو فشل. لو كان هناك حوار أو اتفقنا على المصطلح حوار أو تفاوض أو عركة، هو فشل بدليل ما بين أيدينا من 700,000 ثغرة وتدليس وما إليه. الإخوة الذين وقعوا أو ساهموا في دعم البعثة دون أن يقصدوا، يعني دون قد لا يقصدوا، لكنهم هم دعموا ما تريده البعثة من مجرد السير نحو نريد حكومة وخلاص. المجتمع الدولي يريد حكومة لا أكثر ولا أقل. إخوتنا الكرام يجب أن يدركوا أن أعضاء المؤتمر وأعضاء البرلمان مرشحين من الشعب، الذي بقى والذي بقى هذا، لكن الباقي غير مرشح. لما أنت توقع على حزبك أو باستقالتك، أنا لم أخولك لتوقع عني أو علي، يعني لم أخولك، فهو خطأ استراتيجي وحقيقة يعني مساهمة فيما تريده البعثة، وهي مرة أخرى حكومة كانت من كائن تحقق أهداف المجتمع الدولي، محاربة الإرهاب الهجرة غير الشرعية وقضايا اقتصادية واستثمارات، قضايا وطموحات وأمال وأحلام الشعب الليبي، هذا قضية جانبية بالنسبة للبعثة، لنا نحن وللثوار وللمؤتمر ولقطاع عريض من الشعب الليبي، لا، ليست كذا. إخوتي وأصدقائي الكرام من المستقلين والمسارات الأخرى وما إليه، هؤلاء يعني خلقوا ضجيج وأضواء في المشهد، بدليل يعني حتى اليوم استغلها في مجلس الأمن، انظروا إلى عدد التوقيعات، يعني يضحك على من. قضية أخرى حتى لا ننساها، نحن لا نقول أن أولويات المجتمع الدولي محاربة الإرهاب، نحن لا نريد أن نحارب الإرهاب، لكننا نريد تعريفنا الشخصي للإرهاب، تعريف مجتمعنا، تعريف ليبيا، ما هو الإرهاب، من هم الإرهابيون، نحن نعرف. ما تعرف ليش مصر الإرهاب، لعلك الآن في مصر تقول السلام عليكم وعندك لحية أنت إرهابي، في ليبيا لا. ثم ليس فقط تعريف الإرهاب، لابد أن يعرف العالم والمجتمع الدولي، نحن مش مختلفين فقط على ما هو تعريف الإرهاب، بل آدات محاربة الإرهاب. نحن عندنا وسائلنا الخاصة، نحن مجتمع قبلي، نستطيع أن نستوعب أبنائنا، نسجنهم، نحبسهم، نقتلهم، نتصالح معهم، قضية تخص ليبيا، ما تجينيش بتعريفات للإرهاب من الخارج ووسائل أيضا من الخارج.
تجيب لي طائرات وجيوش وقتال وتدخلوني. لا يا سيدي الكريم، هؤلاء أبناؤنا نستطيع أن نستوعبهم بطرقنا الخاصة. نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى نفس. فضلاً عن تحديد من هم، فضلاً عن من هم الإرهاب، القاعدة، الإرهابيون، وقرار مجلس النواب معروف في تحديد حتى فجر ليبيا بالكامل و ثوار بنغازي وثوار درنا إلى آخر. أكرر وأكرر وأكرر، إن كنتم تعتقدوا، من كان يعتقد أن ثوار ليبيا إرهابيين فليستقيل من منصبه، لأن ثوار ليبيا هم من أتوا لكم بصناديق الاقتراع وحموها ودعموها. هؤلاء اللي خلوكم برلمان حتى أنت تصدر فيه قرار أني أنا إرهابي، أنا اللي خليت لك صندوق الاقتراع وحميته. إن كنت رجل وعندك مبادئ وصادق فيما تقول استقيل. يفترض أن ليس شرفك أن يأتي بك إرهابي لأن تكون عضو برلمان. استقيل سيدي الكريم إن كنت صادق. هؤلاء الثوار يا سيدي الكريم هم الذين أسقطوا أكبر نظام إرهابي في التاريخ، أكبر نظام إرهابي في التاريخ. وبالتالي أن تعريف الإرهاب يبدأ أن يأتي من مجتمعنا، ووسائل محاربة الإرهاب أيضا من مجتمعنا. دكتور فتحي وكذلك دكتورة حنان، أستأذنكم إلى هذا الفاصل ثم نعود. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. من يشوه الثوار ويقول إنهم إرهابيون، هؤلاء الثوار هم من حرس صندوق الانتخاب في بنغازي وفي غيرها من المدن. هل تعلمون والخطاب لليون أن في بلدك عندما انتصر فرانكو في الحرب الأهلية منع الانتخابات 40 عاما، ثوارنا بعد 9 أشهر من انتصارهم حرسوا صندوق الانتخاب وقالوا للشعب الليبي انتخب من تشاء. أيها الشباب، هبوا لنجدة البلاد وأعراضكم ودمائكم، هبوا هبوا لنجدة البلاد واندفعوا إلى الجهاد، فإنكم لن تموتوا إلا بأجالكم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه التغطية الخاصة حول مستجدات الأخيرة لحوار أسخرات، ومعي ضيفين كريمين، الدكتورة حنان شلوف عضو المستشارة في وفد الحوار السياسي، كذلك الدكتور فتحي الفاضلي المحلل السياسي. دكتورة، الفقرة التي ذكرتها وهي المادة 10 الغير متفق عليها، لو نقرأها حتى يسمعها المشاهدون بوضوح، وهي تحت عنوان غير المادة 10 غير متفق عليها. تقول الفقرة: يتعين على مجلس رئاسة الوزراء بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي خلال 20 يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق اتخاذ قرار بشأن شاغلي المناصب القيادية العسكرية والأمنية والمدنية العليا، وفي حال عدم تمكن مجلس رئاسة الوزراء من التوافق واتخاذ قرار خلال تلك المدة، تعتبر هذه المناصب شاغرة على أن يقوم مجلس رئاسة الوزراء بتعيين شاغليها الجدد خلال 30 يوما التالية. هذه لو نعيد قراءة هذه الفقرة وماذا تعني بهذه الصورة وهي غير متفق عليها. نحن تحدثنا عن إشكال عدم الاتفاق، وخاصة أن هذه المادة تطبيقها سيكون بعد التوقيع على الاتفاق. إذا مشكلتها الحقيقية ستظهر بعد الاتفاق بعشرين يوم. ماذا؟ ولما نعلم إحنا مجلس الوزراء هو مكون من رئيس وزراء يتوافق عليه ونائبين، نائب من كل طرف، أيضا يكون لهم دور، كل طرف يكون له دور في اختيار النائب الآخر في مجلس الوزراء. في حقيقة الأمر كل طرف هو يظن أنه لديه نائب، ولكن في حقيقة الأمر هذه أيضا خدعة جديدة من البعثة، أن كل طرف أصبح الآن وفق الآليات لديه نصف نائب.
كيف؟ لأنه اشترطت البعثة أن هناك قوائم للمؤتمر الوطني يعني حيقدم نائب مرشحين يختار منهم نائب والبرلمان حيختار منهم نائب، اشترطت أن يرضى كل طرف على النائب الآخر. إذن عندما سيرضى هذا الطرف إذن لابد أن يكون في منطقة وسط. هذه المنطقة الوسط لا هو يميل إلى النواب ولا هو يميل إلى المؤتمر الوطني وإن كان مرشح لإحداهما. وكثير إذن من هذا إذن الصنف يجدون كثير. نعم. إذن لكل طرف هنا ليس لديه شخصية نائب كامل يثق فيه ويدفع به، بل هو يدفع بنصف ورئيس نائب. الوزراء؟ رئيس الوزراء سيتم اختياره، الأولوية ستكون لقائمتي المؤتمر والبرلمان بعد استبعاد الشخصيات الجدلية. إذا لم يتم التوافق على رئيس وزراء مما قدمه المؤتمر وقدمه البرلمان سيتم اللجوء إلى قوائم المستقلين. هناك وهناك آلية أنه يكون هناك البعد الجغرافي مراعى، بمعنى إذا تم التوافق على سبيل المثال أن يكون رئيس الوزراء من المنطقة الغربية ونائب المؤتمر الذي دفع به ويريده أن يكون من المنطقة الغربية، ستقول البعثة لا، وسيتم اختيار شخص آخر سيكون من المنطقة الشرقية أو المنطقة الجنوبية بعكس النائب من المنطقة الأخرى. إذا من يتحكم في هذا في وضع أو تشكيل الحكومة وهما هم أطراف الحوار السياسي، وفعلا هو من يدير آلية التفاوض، هو من وضع القواعد بحيث يأتي الشخص الفلاني والشخص الفلاني، هو من يقيس هذه الأمور. من يضع الآلية؟ عندما عرض فريق حوار المؤتمر الوطني آلية بالفعل هي تساند في أن يكون الاختيار إلى أجهزة الليبية سواء كان المجتمعين في طبرق أو المؤتمر الوطني، رفضت من قبل البعثة، وصرت البعثة على آلياتها الخاصة التي تمكنها هي من إيجاد هؤلاء الأشخاص في هذا المكان. بالمناسبة هنا أريد أن أتحدث على أمر وهو ما قامت به ماجد السنوسي رئيس مكتب المرأة في بعثة الأمم المتحدة. نحن نعرف المسار النسوي الذي كان موجود في تونس. من شارك في هذا المسار ومن شارك سابقا في أي ورشة من النساء من التي أقامها مكتب المرأة تمت مخاطبتهم بإيميلات، رشحوا لنا نساء للدفع بهن في حكومة الوفاق الوطني حتى يقوم مكتب المرأة وحتى تقوم البعثة بدعمهن. نحن نعرف أن من الموجودون في مسار الحوار هناك نساء. إذا لن يختصر اختيار النساء في الوزارات على فريق الحوار السياسي، بل البعثة أيضا ستقوم بالدعم. إذا لا يقولوا لي أن البعثة مجرد مسيرة للحوار، بل هي أيضا تدعم بشخصيات عندما تطالب بها. إذا هي تتدخل سواء كان بشكل مباشر كما رأينا في هذا الأمر، أو بشكل غير مباشر من خلال وضع الآليات التي تمكنها من وضع الشخصيات التي تتناسب مع المجتمع الدولي وليس مع ما يريده الواقع الليبي. هذا كله يدفعنا. بالنسبة لهذه النقطة غير المتفق عليه، كما قلت لك، قالت ليون نحن سنسلمكم خطاب يقدم إلى البعثة بأن نصكم هو أو مفهومكم هو الذي يسير فيه. إذن من سيكون الحكم هنا بين عند الاختلاف على هذا النص الغير متفق عليه ما بين سيكون الجسم التشاوري اللي هو مجلس الدولة والجسم التشريعي اللي هو البرلمان، سيفصل بينهم في هذا الأمر الحكومة بخطابات الضمان هذه إن اعترفت بها الحكومة وإن لم يكن هناك خطابين. الفقرة تمثل الدولة، هذه الفقرة بحد ذاتها هي الأساس في كل هذه المسودة، وجعلت الحكومة هي الفيصل ما لأنها بين لأنها تنص على تعيين المناصب القيادية العسكرية والأمنية والمدنية العليا، فبالتالي تكون هي المناصب الحساسة التي تملك زمام الأمور في الدولة الليبية. وهذا ما سيدخلنا في جدل آخر، هذه المناصب من هي المقصودة؟ هل هي المقصودة القائد العام والقائد الأعلى ورئيس الأركان الذي عينه البرلمان؟ أم المقصود هو رئاسة الأركان جد الله العبيدي ووزير الدفاع
في حكومة المؤتمر الوطني الذي يستند إلى حكم المحكمة الذي ألغى هذا الأمر. إذا نحن في حقيقة الأمر لم نحل أي خلاف، بل أجلنا الأمر لحين تشكيل الحكومة إلى الأمام وحظيت بحكومة يدعمها المجتمع الدولي، تلبي رغبات المجتمع الدولي في مسألة الإعمار، في مسألة اللي هو فك التجميد على الأرصدة، في مسألة مكافحة الإرهاب، في مسألة عقد اتفاقيات. إلى تلك الأمور أصبح لدي حكومة مدعومة من مجتمع دولي تلبي رغباته هو بالكامل، وفي الوقت نفسه لم أحل أي إشكال تشريعي في حقيقة الأمر، ولا يمكن الاعتراض عليه بعد ذلك. يعني لا حتى نهاية. في ذلك لا توجد أصلا قوة حقيقية تعترض على هذا، ولا حتى تستطيع الذهاب للقضاء. نعم. لأنه حيقول لك هذا إعلان دستوري، لا تستطيع أن تستند إلى المحكمة العليا، وعندما تذهب إلى لجنة التحكيم التي وضعوها من مستشار المحكمة واثنين من النواب واثنين من مجلس الدولة، سيكون المرجع من؟ ليس المرجع ليبيا وليس المرجع النص، ولكن المرجع هو المستشار وهي بعثة الأمم المتحدة. وهنا طيب ليس لدينا أي سلطة. دكتور فتحي، دكتور الآن في حالة كما تفضلت الدكتورة، في حالة عدم الاتفاق بين المجلس النواب و مجلس والمؤتمر الوطني، وهذا في الغالب هو الذي سيحصل في قضية تسمية رئيس الحكومة، يعني ليون سيلجأ إلى المستقلين. من هم المستقلون؟ المستقلين مجموعة مستقلة اختارت نفسها بنفسها، يعني لم نشأ نحن في ليبيا. لكن الآن الآن تتدخل في أمر مصيري. صح، صدقت. هم مجموعة لا أدري أصلاً كيف أختيروا، يعني لأن عندنا آلاف المستقلين، المثقفين، النخب الوطنيين. لا ليس بالعموم، لكن نريد المستقلين الذين اختارهم ليون. نعم، موجود مع ليون هنا. أنا الخوفي أكثر من هكذا، خوفي أن اسم رئيس الوزراء جاهز عندي اليوم في جيبه. يعني احتمال، هذا بصراحة ربي نقولها لك من الأول من الآخر. الوزارة موجودة، رئيس الوزراء وممكن حتى النائبين جاهزين هنا. سيدي، هذه المسودة وهذه الألفاظ وهذه الكذا يعني تمييع وإهانة، إهانة لليبيا وليبيين تاريخية. أن تكون بعثة مثل هذه البعثة تمثلنا أصلاً، أو ليون يمثلنا أصلاً، ويضحك علينا الضحك، يا ريت يضحك علينا بدهاء نكتشفه بعد سنوات. للأسف الشديد مستخف بعقولنا لدرجة تافهة جداً بكل هذه العبث والتخبط والتناقضات والثغرات التي يكتشفها الجميع بدون استثناء الليبيين. سيظل الشعب الليبي مدينا لثواره. لا يا سيدي الكريم، الثوار هم الدولة، هم الدولة، هم الذين هم مشروع دولة، ولا لا؟ ما همش يعني مجموعة قتال يقتلوا لك كل ما تحتاج لهم وكذا. مدينا الشعب الليبي، ولا لا؟ تحول الثوار ونجيب لك شلقم والحجازي، يعني كيف وأفتر؟ يعني أي مدين تضحك على من أنت؟ محاربة الإرهاب بغض النظر عن دوافعه، هذه الألفاظ هذه في المسودة. بغض النظر عن دوافعه، حتى لو كانت الدوافع نظام قمعي استبدادي قاتل فاشي حكم ليبيا 40 سنة وشنق وعدم وقتل، أنتج إرهاب. حتى لو كان سبب الإرهاب هو هذا، لا مهمناش، أنت إرهاب مهما كان. يعني كأنك ولدت لتكون إرهابي. التأكيد على عدم تكرار كافة أشكال الاستبداد، عدم تكرار كافة أشكال الاستبداد، مش النظام بحد ذاته. يعني الذين مارسوا الاستبداد وكانوا جزء منه يعودوا للحياة ويقودوك بعد ما أنت دفعت أثمن وأعظم وأكثر عددا من شبابك ومن خيرة ما ثروة الوطن، خيرتهم الشباب. فقدناهم ليعود حفتر وشلقم والحجازي واللي أسسوا الدولة السابقة يحكموك. بالنسبة لليون والبعثة، هذه الأمور لا كلام اللي نقول فيه هذا لا يعني شيء. يا رجل بعد الشيطان، معلش يرى معلش، لكن الألم والاضطهاد والثمن دفع الوطن، دفعناه نحن، ما دفعش ليون وما دفعش. ولذلك أقول لإخوتي في الصخيرات، ولا الإخوة اللي مشتركين في الحوار، ولا المستشارين، ولا المستقلين، إن لم تستطيع أن تقاوم أخرج من مشهد النضال. إذا ما عندك الصبر وتجلد أخرج، أطلع يا أخي، ما تقعدش ترضخ في الأخير يضغط عليك، يضغط عليك، تقول والله الضغط الضغط الضغط، أخرج. ما تقدرش عن النضال، أطلع. النضال ما هو سهل، يبي رجال صلبة قوية ترضخ المجتمع الدولي للوطن، مش نحن نرضخ للمجتمع الدولي أو نرضخ لليون أو للبعثة. سيدي، نحن عندنا مشروع بناء دولة مدنية سلمية، تداول السلطة فيها السلمي، حرية الرأي، التنقل، حرية السفر، حرية التجارة، حماية المقدسات الناس. عندنا دولة مشروع مدني عظيم جدا. ما تخربش لي لأنك ضعفت أنت أمام المجتمع الدولي والبهرجة والسفراء والأضواء والميكروفونات.
أنت إنسان تمثل وطن، لا تستطيع أن تمثل وطن. دكتور الدكتور نريد، طيب لكن هؤلاء المستقلين هم هل المقصود بهم الأحزاب؟ هل المقصود بهم الأعضاء المستقلين أو المفصولين من المؤتمر الوطني؟ هل من هم تحديدا؟ هم مجموعة ليسوا الأحزاب، يعني هو أحد المسارات يسمى مسار المستقلين، والله لا أدري عددهم 9 8 7 ربما الدكتورة حنان أدرى بعد. نعرف أسماء بعضهم أصدقاء شخصيين لي، لا أشك في وطنيتهم لكن أشك في أدائهم، ما عنديش، ما يزعلوش مني، نشهد بالله أنهم شاركوا في 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 إجهاض الثورة دون قصد، يعني دون قصد، ما زلت الحمد لله نكن لهم كل احترام، لكن أقول لهم أخرجوا من مشهد النضال، لأننا ما زلنا في مرحلة نضال، نحن لسنا في مرحلة دولة باش نحن صراع سياسي بين الأحزاب وأفكار سياسية، نحن لسنا في صراع سياسي، نحن في مصراع مصيري، صراع وطني. دكتور فتحي، القتل هو القتل سواء كان خطأ أم عمدا، فنحن الآن نتكلم عن الجريمة لا نتكلم عن الدوافع. أريد أن أتحدث على إخوتي الآخرين، يعني مش بس المستقلين، مش بس للشركة في الصخيرات، ضغط عليهم المجتمع الدولي، ضغط عليهم ليون وهددهم السفير الفرنسي وهددهم البريطاني ولا لا. أريد أن أتحدث أيضاً إلى إخوتي يعني في مصراتة، مصراتة بصراحة قامت بدور تاريخي لا ينسى، لا ينسى ولن ينسى لها بإذن الله. ضحت في العهد السابق في خيرة أبنائها وضباطها، قتلوا في انقلاب 1975. مصراتة كانت دائماً دعم للوطن، قدمت في الثورة، أنقذت ليبيا من الانقسام وقت الحرب. صحيح. لكن بعض الإخوة الآن من مصراتة، لا أريد أن أقول بعض النواب المقاطعين ولا اسمهم اللي يدعموا في غرب عد الشيطان، معليش ولا لا. أقول لا، محذرهم أنهم لا يتعاملون مع أزمة سياسية، لا يتعاملون مع خصوم سياسيين طبيعيين، يتعاملون مع عقلية ثقافة. معمر القذافي قتل حسن إشكال، أتعرف من هو حسن إشكال؟ أعظم دعم من دعمات معمر، سنوات مسك للدولة في قبضته، قتل عندما حانت الفرصة، قتل الزادمة، الرجل الذي حماه سنوات وسنوات. القذافي يقتلهم ليس لأنه قاسي، لأنها عقلية وثقافة، ثقافة الغدر وثقافة القتل، ورثها القذافي لرجاله، منهم الرجال الذين أخوتنا الآن، بعض أخوتنا من مصراتة من المداعمين للهدن الغير طبيعية، وضعوا أيديهم في أيديهم. مصراتة مستهدفة، مصراتة مستهدفة بعد التوقيع وبعد تشكيل حكومة الوفاق، ولو كان 3/4 المناصب مسكينها ناس من مصراتة، مصراتة لن تترك واحدة. ولذلك ضعوا أيديكم في أيدي من كان مصيركم مشترك معه. المصير المشترك، ما تحطش يدك في إنسان رباها معمر يا راجل. معمر الذي قتل حسن إشكال وقتل الزادن وقتل خيرة رجالة وقتل خيشة يا راجل، يقتل في الناس ويذبح له في الناس عندما تحين الفرصة. هذه عقلية، هذه ثقافة، مش معمر بس يمارس فيها، هي عقلية وثقافة ورثة. أخطر ما ترك لنا معمر ثقافة وعقلية يا سيد الكريم. وبإذن الله عز وجل ستكون مصراتة في الموقف الصحيح، وهذا هو الذي نشهده من كثير من رجالات مصراتة. لكن دكتورة حنان، ذكرت هذه الفقرة وهي حقيقة فقرة مهمة غير متفق عليها، هل هناك فقرات أخرى غير متفق عليها؟ يعني حتى لو كان المجلس النواب الآن نسمع ضجيج من مجلس النواب وصراخ لهم في قضية الاعتراض حتى على هذه المسودة التي نراها الآن في كثير من بنودها تنص نصوص واضحة أن الحكومة والتشريعات والمرجعية الحقيقة أنها لا لمجلس النواب، وأما المؤتمر الوطني يعطوه شيء باليمين ويأخذونه بالشمال. فبالتالي ما هو يعني أنت الآن تقولين هذه الفقرة غير متفق عليها، هل هناك أولا فقرات أخرى غير متفق عليها؟ ثانيا، هل من المتوقع أن يأتي النواب باعتراضات كثيرة على هذه المسودة؟ مجلس النواب تقصد؟ نعم مجلس النواب. تمام. المنحل. هذه ما نص الاتفاق أنها ستكون غير متفق عليها عند التصويت، لأن العمل فيها بعد تشكيل الحكومة، والحكومة لن تمارس عملها إلا بعد التصويت على هذه المسودة. فقط هذه ستظل مرحلة غير متفق عليها. أما الباقي مما أدخلناه نحن، في البعض لقى الرضا لدينا، البعض الآخر مشكلتنا فيه ليس مع النواب وليس مع المقاطعين وليس مع المستقلين ولا مع الأحزاب، مشكلتنا فيه الحقيقية مع البعثة في الصياغات. نعطيهم صياغة ثم يعيدون إلينا صياغة أخرى، نعطيهم صياغة يعيدون إلينا صياغة أخرى.
إلى اتفقنا على بعض الصياغات أنها ستكون النهائية، وعندما أتتنا النسخة النهائية ما زالت الصياغات تحتاج إلى ضبط. أيضا هناك أمر آخر، ما أضيف من فقرات أو ما تم اعتماده من فقرات لأراد تضمينها المؤتمر الوطني ما زالت تتعارض مع نصوص أخرى في المسودة لم يتم تعديلها، يجب تعديلها إلى أن تصل إلى هذا الأمر. ولكن دعنا نفكر في الأمر بشكل آخر، عندما ننظر إلى هذا النص ماذا يمثل؟ هذا النص بكامله سيمثل جزء من الإعلان الدستوري، وبرمته سيكون إعلان دستوري. هذا الإعلان الدستوري مجمد في آلية اتخاذات القرار فيه بين مجلس الدولة وما بين النواب، سيجعلهما في حالة صراع كلي هما الاثنان. لدينا في المقابل حكومة، ولدينا الاتفاق السياسي الذي مظلته أو مرجعيته بعثة الأمم المتحدة. إذن سيظل الشعب مرهون لهذه الصراعات، بينما الحكومة تمارس عملها بمعزل عن أي رقابة ولا صلاحيات كاملة وعن أي محاسبة وعن أي مسؤولية، في ظل الاتفاق السياسي، مظلة الاتفاق السياسي ومرجعيته الأمم المتحدة. هنا الخطورة، أعتقد أن هذه المسودة هي صيد البوم الذي يريدنا المجتمع الدولي أن ننظر إليه. لا أعرف إن كنتم تعرفون آلية صيد البوم أم لا. فسريها. آلية صيد البوم أن البوم حادة النظر، وبالتالي لا يمكن اصطيادها من الأمام، فلابد دائما أن تحدث لها أصواتا وضجيجا حتى تستطيع الإمساك بها من الخلف. الأصوات والضجيج يكون من الأمام وتمسكها من الخلف. كذلك هذه المسودة، نحن نختلف على نصوصها ونختلف الأمر لا يحتاج إلى هذه الخداع، أمر واضح. نختلف على نصوصها ونختلف على تفسيرات نصوصها، وسنختلف في الأمام عند التطبيق عن ما ماهيتها. وفي المقابل لدينا حكومة تعقد عقود للإعمار وتزيل التجميد عن الأموال والأرصدة والميزانيات، تتواصل مع المجتمع الدولي في اتفاقيات لا أحد يحاسبها على هذه الاتفاقية، تلتزم بقرارات مجلس الأمن كاملة وسلطة مطلقة، سلطتها أعلى من سلطة النواب وسلطة مجلس الدولة، بل هي من تفصل بينهما فيما يختلف فيه من أمور. إذن هنا إشكالية حقيقية، بالإضافة إلى الإشكالية الأكبر وهي الإشكالية العسكرية. الكل يأمل أنه بهذا هذه الحكومة وهذه المفاوضات التي ليست هي مفاوضات، وهنا بالفعل أنا أرفض إلصاق كلمة الحوار بما يحدث هنا، لأن الحوار مخرج إنساني، لا أحد يرفض الحوار بالمطلق، والحوار لديه قيمة إنسانية عالية وخصوصا في حل الخلافات. ما نلاحظه الآن هذا ليس بحوار، إنه نوع من الأنواع فرض الإرادة والضغط بطريقة دبلوماسية، الإملاءات في التفاوض، وليس حوار بالمطلق نهائيا. ولكن أطلق عليه كلمة حوار حتى يستمد هذا التفاوض قيمة من كلمة الحوار فقط، هم أرادوا من الكلمة قيمتها الإنسانية لا أكثر ولا أقل. عندما يكون لدي هذا النص ويكون لهاية أو صيد البوم، تعمل الحكومة ما تريد مع المجتمع الدولي. أيضا الفقرة التي كنت أود أن أقولها، نحن كنا نأمل في هذا الأمر حقن الدماء، انتهاء الحروب، ولكن للأسف هذه الحكومة أو الفترة القادمة إذا ذهبنا في هذا الأمر سنجد أنفسنا في دماء أكبر مما نحن عليه. لماذا؟ بسبب هذه الفقرة، من هنا سيكون المشرع؟ هل هو حفتر؟ ماذا سيفعل في بنغازي؟ سيتطلق يده، ستطلق يده في درنا، ستطلق اليد القائد الأعلى للجيش، من يكون؟ من يكون؟ من هو الشرعي في هذه اللحظة هنا؟ نرجع إلى نفس المسألة، الكل يقول أننا الشرعي ولا شيء، الحكومة ستكون محمية فقط. فقط الحكومة ستكون محمية بقوات والباقي لا شيء. هذا سيأتي في الترتيبات الأمنية. لكن الدكتور فتحي، الآن قضية الوفد المؤتمر الوطني، بل المؤتمر الوطني توافق في بتصويت حوالي 95 صوت على مبادئ اتفق عليه النهاية التي ستحدد مساره في هذه المفاوضات أو هذه الجولات. فكيف يتم التوفيق بين هذه المبادئ والالتزام بها
وبين إقرار مثل هذا هذه المسودة؟ طبعا لا تتفق يعني لأن ما جاء في الوثيقة اللي وقع عليها يعني روائع جدا بصراحة، يعني رفع معنوياتنا وانبسطنا جدا، لأن تاريخنا 40 سنة من القمع و4 سنوات من الثورة، دماء الشباب هذه كلها يعني تريد من يحفظها بعد الله سبحانه وتعالى. حفظت هذه المجموعة بهذه الوثيقة ثوابت ومبادئ وقيم 17 فبراير اللي منها إقامة دولة مدنية سنية رائعة حضرية. لكن هذه المسودة يعني يا أخي الكريم كما ذكرت الدكتورة يعني في الأخير سنتصارع إلى الأبد، وأنا الأخوة اللي يقول لك والله تعبنا، والله خلاص يا رجل، والله الدماء، والله بنحن صحيح، من منا لم يتعب يعني؟ من منا لم يتعب؟ لكن الحل هذا سنتصارع 200 سنة والحكومة موجودة في منطقة خضراء والبيع والشراء والعقود والبناء وكل شيء تمام، ويزداد الغني غنى ويزداد المضطهد اضطهادا والفقر والصراع. يعني لابد أن يعي الشعب أن نحن مش يعني مناش غويين، لا متوقعوش يا جماعة. سر قوة المؤتمر في عدم توقيعه، يوم الذي يوقع المؤتمر انتهى، انتهى المؤتمر، ولا يلتفت له لليون ويلتفت له أي واحد في الشارع، دمر نفسه بنفسه في حال التوقيع. بل أنا من أنصار أن نبقى حتى يسقط البرلمان أيضا شرعيا يوم 20 ولا من دري عنه، ولا على الأقل صدقنا روسنا بالشرعية، يعتقد أن الشرعية مجرد نجاحك في صندوق الاقتراع. لكن يبقى هناك أمر آخر وهو هذا الذي يدندن حوله الذين يسيرون في الطريق ليون، أن هناك تهديدات وتهديدات حقيقية من أمريكا، من فرنسا، من دول أخرى، يعني القريب والبعيد يهدد على أنه إما التوقيع، وآخرهم جوناثان وينر الذي هو الأمريكي المفوض الأمريكي يقول بأن إما التوقيع الآن أو سنتخلى عن الدبلوماسية ونلجأ إلى العصا الغليظة. والله يا أخي الكريم في عصا غليظة أكثر من العصا اللي فوق روسنا الآن كلنا. قتال ودماء في أوباري، في بنغازي، في كل مكان قتال، أي عصا أغلظ حجينا يعني دماء شبابنا. واحد كرمك الله إنسان دار انقلاب على الملك إدريس، دار انقلاب على ثورة 17 فبراير، اللي لولا 17 فبراير ما يستطيعش أن يخطو خطوة داخل وطنه، كلهم خانوا هذه الثورة. الثورة أوصلتهم للمناصب أو جعلتهم يدخلوا إلى ليبيا. أصلا أنا كم سنة متغرب لم أتجرأ أن أدخل إلى ليبيا خطوة لولا بعد الله سبحانه وتعالى هذه الثورة المباركة. جميعهم يا سيدي كريم أداروا لها وجوههم. أي عصا غليظة سيدي بعد خيانة الثورة، بعد هؤلاء الشهداء اللي ماتوا، بعد الحروب في درنة، تدمير بنغازي، تهجير. لكن هذا يعني التهديد ألا يدل على أن وجود أمر مريب يجعل الموضوع لا غير مقنع بالنسبة للمؤتمر أنه يفرط في مكاسبه بهذا الاتفاق، أن هذا الاتفاق سيضيع له مكاسبه، وبالتالي مثل هذه التهديدات هي نوع من التمرير هذا التوقيع. سيدي كريم نوع من الضغط يعني. سيدي كريم الثانية التي وقع فيها المؤتمر على مسودة مثل هذه المسودة انتهى، لأنه حش حتى يقولوا السلام عليكم، حتى اليون يقول لك أي مؤتمر هذا. سيدي نحن مع الحل السلمي، مع الأمن، مع الأمان، نعشق. أنا جد، أنا عندي أحفاد، أنا عندي أبناء، عندي بنات، أنا مواطن كأي مواطن، لكن مانيش مع حل تحطني في حل نفرح به شهرين وبعدين نخش في خضم أسوأ، نبدأ نقول يا ليتنا فيما قبل التوقيع. نعم، إذا لا تريد أن تضع رأسك على سكة القطار القادم. نستأذنك دكتور فتحي، كذلك دكتورة حنان في هذا الفاصل، فاصل ثم نعود أيها الأخوة المشاهدون. ما علاقتكم بي؟ أنا قمت بثورة عام 69 وسلمت فيها السلطة للشعب وارتحت في خيمتي واصبح كل شيء بيد الشعب. لكن أنا لن أشتغل في أي منصب سياسي في ليبيا، يكفيني ما عملت في السنوات الماضية، ولا أريد أي منصب أأمل في قبر في ليبيا فقط. أما فيما يخصني شخصيا، خليفة بلقاسم حفتر إن سمحتم له أن يستريح ويسلم قيادة المعركة لأحد أبنائي من الضباط الشبان. أنا لو عندي منصب، لو أني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم. أنا لو عندي منصب، لو أني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم.
من يشوه الثوار ويقول انهم ارهابيون. هؤلاء الثوار هم من حرس صندوق الانتخاب في بنغازي وفي غيرها من المدن. هل تعلمون والخطاب لليون ان في بلدك عندما انتصر فرانكو في الحرب الأهلية منع الانتخابات 40 عاما، ثوارنا بعد 9 أشهر من انتصارهم حرسوا صندوق الانتخاب وقالوا للشعب الليبي انتخب من تشاء. أيها الشباب، هبوا لنجدة البلاد وأعراضكم ودمائكم، هبوا هبوا لنجدة البلاد واندفعوا للجهاد، فإنكم لن تموتوا إلا بأجالكم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. دكتورة حنان، يعني هل في هذه الجولة وكنت شاهدة عيان عليها، هل التمستي أو شعرتي بنوع من التهديد والضغط على وفد المؤتمر الوطني؟ في حقيقة الأمر لعلها الجولة الأولى التي أشارك فيها وأتمن وأقدر عاليا طلب رئيس أو فريق الحوار الذهاب معهم في هذه الجولة، وإن كان سابقا أيضا دكتور صالح المخزوم قد طلب مني الذهاب ولكن لم يتسنى لي الذهاب إلا في هذه المرة، وإن كنت من اللجنة الاستشارية منذ بداية الحوار فكنت أتابع ما يتعرض له سواء كان الفريق الأول أو هذا الفريق. في حقيقة الأمر بينما وصلني عن الفريق الأول وما يتحدثون عنه مما كانوا يتعرضون له إلى لضغوط، لم يكن هذا الأمر بذلك الشيء الكبير، ولكن كان هناك فعلى سبيل المثال في اجتماعنا مع السفراء كانت هناك إشارة من أن المجتمع الدولي بعد يوم 20 سوف يتخذ 2010 نعم سوف يتخذ إجراءات أو أطر معينة بحيث يحمي نفسه في إطار الشركات، المؤسسات البترولية، البنك النقد الدولي، وكأنهم لا يعرفون أن ليبيا ليست مستدانة من بنك النقد الدولي حتى يهددون بأنها ستتخذ إجراءات في هذا الصدد، وكأنهم لا يعلمون بأن النفط موقوف وأنهم سوف يحتون شركاتهم أنها تتخذ موقف فلا أدري. ولكن الأجواء التي كانت موجودة هناك، الضغط النفسي الذي كنا فيه، ضغط التعب أيضا، الإرهاق، ضغط الوقت الزمني، أن تكون منذ الصباح وأنت في حالة اجتماعات إلى ساعات الليل المتأخرة، ويأتيك دائما النص المعدل والنهائي في آخر ساعات الليل حتى تطلع عليه تظنه أنه نصك، ثم عندما تستفيق في الصباح تجد الكوارث الموجودة في الصياغة. أعتقد هذه الأمور جعلتني أنا على أقل تقدير أتفهم وأفهم كيف خرجت المسودة بهذه الكيفيات على مرارها. هنا نؤكد على ما كنا نؤكد عليه في بداية التحاور، أنه لا حوار خارج الوطن، كنا لا نقول لا حوار خارج الوطن حتى لا تدول القضية وتصبح قضية ليبيا المحلية والصراع المحلي والشأن الداخلي هي قضية دولية، ولكن الآن هناك أمر آخر وهو عزل هؤلاء وجعلهم في محيط آخر بعيد عن المحيط الذي يمثلونه، فبالتالي سينفصل انفصال كلي عن الطرف الذي يمثلونه وينساقون في هذه الأمور تحت ضغط ذهني ونفسي كبير جدا مما يجعلهم ينساقون وراء مثل هذه الأمور. ولعل تماسك وفد فريق الحوار المؤتمر الوطني والتفافه حول بعضه البعض، ولعل هذا ما أعابه البعض على وفد المؤتمر، ولكن أعتقد هذا ما جعله يتخطى هذه الضغوط وخصوصا الضغوط البيئية. كيف كان ذلك التماسك؟ كيف كان يعني؟ كان التماسك، كانوا دائما متواجدون مع بعضهم البعض، يدعم أحدهما الآخر. هل يريدون منكم التفرق عن بعضكم؟
نعم يريد هنا منا التواصل أكبر مع المحيط، ولعل هذا له دور آخر في مسألة تشكيل الحكومة فيما بعد عندما أنت تتواصل سيكون هناك طرح للأسماء هنا وهناك. والمحيط من هم المحيط؟ هل هم أجانب أم ليبيين؟ هناك المستقلون، هناك أعضاء المؤتمر، أعضاء البرلمان، هناك شخصيات آتية قادمة فقط من أجل أن من الممكن أن تطرح اسمها بشكل أو آخر. ليبيا. هناك ليبيا وهناك الإشكال الأكبر وهم الوفود الأجنبية سواء كانوا السفراء وبالأخص السفراء، أحدهم يسرب معلومة من هنا ومعلومة من هناك وإلى آخر تلك الأمور. نعم، إذن هذا هو المشهد الحواري في الصخرات الذي كنت فيه. طيب دكتور فتحي، بالنسبة لمصير قانون العزل السياسي الذي هو أحد مطالب الثورة، ما مصيره بعد لو تم الاتفاق على هذه المسودة؟ سيدي لا شيء ولك أنه لم يحدث. نعم. هو قانون العزل السياسي أصلا قانون طبيعي في الثورات، طبيعي. نعم. جدا. أنا لو كنت من رجال معمر القذافي يعني منذ قيام الثورة كنت فعلا لو عندي حس جرام من ضمير أنسحب، أنا كنت خلاص كنت مع نظام دعمته كذا، جاءت ثورة مع بروحك كأنك إنسان وطني وعاقل ومش إنسان طماع وهامة وهامع تنسحب من المشهد السياسي طبيعي. هو لا يحتاج إلى تصويت ولا يحتاج إلى قانون. نعم. هكذا علمنا التاريخ. ثورة ما بعد الثورة في إيران، ما بعد الثورة في فرنسا، ما بعد انقلاب معمر، العزل السياسي حدث بدون تصويت يعني في التاريخ كله، أشل شيء طبيعي جدا. لا هو معمر عزلهم بنفسه يعني. بدون كذا يعني سحقهم. ما بعد إيران، بعد ثورة إيران سحق وإعدام في الشوارع. ما بعد الثورة الفرنسية المقاصد بالكيلو. نعم. الرؤوس بالطن، رؤوس في الشوارع. طيب لا نريد ذلك، نريد احنا يرتاحوا بس. لا نريد بيوتهم. حتى درنا قانون بأدب وقعدوا. نعم. وقلنا لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وغدروا بنا. نعم. اذهبوا فأنتم الطلقاء أحرار، لا قتلناهم، لا درنا لهم مشانق، لا أعدمناهم يا رجل كأي ثورة في التاريخ ولا. نعم. لا كما. نعم. فعل محمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم، قلنا لهم اذهبوا أنتم أحرار. في ناس يا رجل تأرجحت في جثث بشر، ليبيين مسلمين مؤمنين طلبة أبرياء مدنيين تأرجحوا وجدهم، كانوا ما زالوا يمشوا في الشوارع طرابلس وبنغازي. في ثورة عملت في التاريخ مثل هذا درناها إحنا ثم غدروا بنا، لأنها ثقافة عقلية يا سيدي الكريم، العقلية. نعم. التي قتلت أشكال. طيب لكن هذا الاتفاق وقتلت خيشة، العقلية اللي في بني وليد اللي قتلوا أبنائهم. أبناء بني وليد الثوار في 27 دكتور فتحي، هذا العقلية في بن جواد مرتين. نعم. غدر بالثوار يعشوا فيهم ويذبحوا فيهم، هي ثقافة لابد. نعم. الإخوة مش عارفة بشلاغة ولا اسماء. دكتور فتحي لازلنا نرى هذه الثقافة الآن في قتلت حملة الكتاب الله وقتلهم في المساجد وقصف بالبراميل المتفجرة، وهذه ما زالت مستمرة. مش لن ترضى عنك اليهود والنصارى. نعم لا شك. مش لن ترضى عنك. نعم. لن ترضى عنك هذه العقلية يا أخي. نعم. والله أقولها بإخلاص، ما عنديش في الدنيا ما أريد. نعم. الله أعطاني كل ما أريد الحمد لله، أقولها بصدق بمحبة. من حق نصراته، من حق الإخوة ليعتقدوا أن يضعوا أيديهم في أيدي أولئك الضباع أن ينتبهوا وينتبهوا الآن، مش من أجلي وأجلك، من أجل أحفادنا. نعم. إحنا عندنا أبناء وأحفاد نريد لهم دولة حلوة قانونية. شوف ماذا تريد؟ دولة الذين يقتلون 83 سنة محفظ قرآن، ولا تبي الدولة اللي تأخذ عبد الله السنوسي جزار أبو سليم وتعطيه محكمة وحماية وأدوية وحراسات؟ نعم. نقطة أخرى أخي الكريم بعد إذنك، الجميع يقارن كنا في عهد معمر أمن وأمان ولا لا؟ نعم. يقارنوا مرحلة ما بعد الثورة بمرحلة الدولة. لا يا سيدي الكريم، هذا خطأ غريب، حتى مثقفين كبار ونخب ليبيين يقعوا في نفس الهني. أمس نتفرج على إنسان في إحدى الفضائيات مثقف وكذا وكرافطة ورجل له ما شاء الله، يقارن مرحلة ما بعد الثورة في ليبيا بمرحلة معمر الدولة الشبه ثابتة، يعني غباء سياسي واضح. يعني قارن مرحلة ما بعد الثورة بليبيا بمرحلة ما بعد الثورة في فرنسا. يمكن المقارنة، يمكن المقارنة إذا نظرنا إلى قضية الغذاء والأكل والشرب. نعم بالنسبة. نعم. ولا ومسمينها يعني أمن وأمان، هي ليست أمن وأمان، هي السيطرة. السيطرة تختلف على الأمن والأمان. القيادة، القيادة والسيطرة يختلفوا. القيادة تشمل الأمن والأمان والبناء والعطاء والحرية، لكن السيطرة قمع
كيف فرانكو حكم اسبانيا 40 سنه وهتلر هب على المان وخششهم في بلاوي من السيطره. ثم بصفه عامه تقارن مرحله ما بعد الثوره بدوله، هذا غباء ثقافي وسياسي، اسف يعني استعمل هذه الكلمه. صحيح. لكن قارن مرحله ما بعد الثوره في ليبيا بمرحله ما بعد الثوره في ايران، الاعدامات في الشوارع والشنك في الشوارع، معمر ما بعد الثوره شندار اللي كذا، قارن مرحله ما بعد الانقلاب سبتمبر ومرحلتنا الان شندار معمر في عدا، قارن ما بعد مرحله مع الثوره في التاريخ. المكاسب والحقوق والحريات لا تنال الا تريد ان تقارن تريد ان تقارن بين دوله معمر، قارنها بدوله تدريس، قارنها بدوله كيفها كانت ثابته. ولذلك انا صحيح نحن نمر بازمه وبمشاكل وباعماق وكذا ودماء وكذا، لكننا نريد ان نصبر هذا الصبر القليل الباقي باذن الله لنكون دوله لاحفادنا مئات السنين باذن الله. نعم دكتور حنان، الان ليون اعطى مهله 48 ساعه للرجوع بالتصديق على هذه المسوده وكذلك تسميه المرشحين. ما هو اتجاه المؤتمر الوطني العام؟ هل يريد أن يجلس لتسمية المرشحين أم ماذا تتوقعين؟ الفريق الحوار للمؤتمر الوطني عندما ذهب إلى الصخيرات ذهب بهدف واحد وهو استكمال جولات الحوار التي بدأت في جنيف مع فريق هذا الفريق، الذي كانت مهمة هذا الفريق هي تضمين ملاحظاته في نص المسودة. صحيح أنه نجح في فتح المسودة ولكن الملاحظات ما زالت تحتاج إلى تعديلات، لأن كما رأينا هذه الصياغات صياغات لا تضمن حقوق أي طرف من الأطراف على الإطلاق، بل هي أيضا تعمل على انهيار الدولة وترحيل المشاكل بعد حل مشكلة العالم الغربي. مشكلة العالم الغربي ليست في الأجهزة التشريعية ولكن مشكلتهم في الجهاز التنفيذي وهو الحكومة. ما أن يحظى العالم الغربي بالحكومة حتى ندخل في نفس المشاكل ونفس النفق من جديد. هذا كانت وجهة نظر أو هذا التوجه وهذا الإطار الذي ذهب به المؤتمر الوطني للصخيرات، وكان هذا المنطلق. هنالك سمعنا بداية ببيان الدول المشترك الذي حدد فيه موعد التوقيع أو موعد تشكيل الحكومة كموعد نهائي، فيما بعد ذلك اجتمعنا بهؤلاء السفراء وأبلغونا بأن هذا الموعد موعد نهائي وعرضوا لماذا هذا الموعد موعد نهائي. في حقيقة الأمر استنكرنا هذا الأمر لأنه هذا جانب إملاءات، وهم أخبرونا بالموعد إخبار ولم يتفاوضوا معنا في الموعد ولم نستكمل التعديلات ولم نرجع للمؤتمر بهذه التعديلات حتى يقول رأيه، لأن الصياغات المطروحة الآن هي صياغات جديدة المؤتمر سيدرسها بكل تأكيد. بس بعيرة بيقول إن مش حننتظر المؤتمر أكثر ما انتظرناه وحنذهب إلى تسمية الحكومة. إذا فليذهبوا إلى تسمية الحكومة. والمؤتمر الوطني ما هو اتجاهه في ذلك؟ أعتقد المؤتمر الوطني اليوم كان له اجتماع أو فريق الحوار كان له اجتماع مع اللجان. نأمل من المؤتمر الوطني كما أملنا منه سابقا وكما وثقنا فيه سابقا أن يكون عند قدر المسؤولية، لأنه لا نريد أن نقع في فخ مقترح فبراير. لأن فخ مقترح فبراير الذي أدخلنا إلى هذا النفق، الإعلان الدستوري لم يكن ينص صراحة ونصا صريحا مباشرا على نهاية ولاية المؤتمر الوطني. ومع ذلك دخلنا في تأويلات وذهبنا إلى مقترح فبراير، ومقترح فبراير كيفما كان ليس بسوء هذه المسودة، لأن مقترح فبراير كان يعالج فقرة بسيطة وهي فقرة السلطة، انتقال السلطة إلى مرحلة لاحقة كما هي عليه كتلة واحدة. أما هذا فهو اقتسام سلطة بين أطراف لا نعرفها وبكيفية لا تضمن لانتقال آمن، وتجتز الحكومة وتعطيها للمجتمع الدولي بالكامل خارطة لا نعرفها بالمطلق، إنها أسوأ بمراحل بمراحل من مقترح طيب لكن هل فبراير، بل لا تقارن حتى بمقترح فبراير. يعني بالنسبة برأيك ما أتمناه على المؤتمر الوطني والذي وثقنا فيه وما زلنا الأمل معقود عليه،
ألا يخضع كما خضع في مقترح فبراير. نعم. لأن النتائج نتائج مختلفة بالكامل. يعني لو رضخ المؤتمر الوطني وسمى مرشحيه فبالتالي يكون قد يعني سلم زمام الأمر وخرج من يده. أعتقد أنهما أن نذهب إلى الحكومة وما أن يكون مرشحين. نعم. هنالك لن يتم الالتفات إليك مرة أخرى. السبب بسيط، ذهب المؤتمر الوطني في جولات للحوار، جولات وما زالت لديه تعديلات على المسودة عندما رفض التوقيع على المسودة، ولكنه شارك في نقاشها وقعوها بدونه. نعم. عندما يسلم قائمة مرشحيه سيضعون آلية بدون وجود المؤتمر الوطني ويقيمون حكومة. نعم. طيب هل لمستي هناك نوع من التراخي من المؤتمر في استقبال هذه النتائج؟ نعم. بداية، هل النوع الانطباع الذي لديك على المؤتمر الوطني في قضية استقبال نتائج هذا اللقاء؟ بالنسبة للمؤتمر الوطني ما زال محل دراسة، وعندما يكون الأمر محل دراسة لا تستطيع أن تخرج بانطباعات إلا بعد أن يكونوا درسوا الأمر وبدأوا يفكرون في اتخاذ القرار. هناك مرحلة الدراسة وهناك مرحلة اتخاذ القرار. هذا الأمر الآن أمر جديد والصياغات ليست كما يريدها. هناك أيضا عامل الزمن وعامل ترشيح للحكومة، عامل هاجس هذه الحكومة بكامله. أيضا كل هذه الأمور الآن هي مخاض دراسة وليست مخاض اتخاذ قرار. بعد مرحلة الدراسة من الممكن أن يعطي الإنسان ماذا الانطباع عن الاتجاه. الآن 48 ساعة هذا ما يريدونه هم. نعم. إذا كان 48 ساعة والتزمنا بهذا التاريخ الذي لم نحدده معهم كجدول زمني. نعم. إذا نحن في حقيقة الأمر نسير في جدولهم هم وفي. نعم. مخططهم، أقصد. نعم. مخطط للغرب بشكل أو بآخر بدءا من التشكيل الزمني. نعم. إذا هم فرضوا علينا التشكيل الزمني وتشكيل آلية تشكيل الحكومة. نعم. ماذا تبقى لنا؟ وكما وضحت لك سابقا. نعم. كيف من الممكن أن أدير العملية وأن أضع من أريده دون أن أفرض إرادتي ودون أن أسمي، فقط باختيار الآلية. هناك مثلا على سبيل المثال، وهو مثال دائما ما أستشهد به في مثل هذه الأمور، وهو مثال لبنان في الانتخابات. من يضع قانون الانتخاب يعرف من سيفوز في الانتخابات. لذلك اللبنانيون دائما لديهم مشكلة في قانون الانتخاب، لا يعولون كثيرا على العملية الانتخابية، عملية صناديق الاقتراع في يومها، لا. نعم. لأنهم يعرفون هذا من مجرد معرفة الآلية التي ستتم بها الانتخابات. نعم. أيضا نحن نقول معرفة الآلية التي يدار بها اختيار الحكومة تقول لنا من يصنع هذه الحكومة في حقيقة. نعم. الأمر لا يصنعها الليبيون في المؤتمر الوطني، ولا يصنعها الليبيون المستقلون، ولا يصنعها الليبيون من طرف البرلمان، بل يصنعها الغرب عن طريق الآلية وليس. نعم. حتى عن طريق هؤلاء الأشخاص. طيب. دكتور فتحي، ماذا يعني لك موافقة المؤتمر الوطني على هذه الخطة وتسمية المرشحين؟ سيدي كريم، انتكاس كبير جدا جدا جدا. انا لما نقرا اليوم في المسودة للمرة الخامسة عشر بعد الالف ولا لا. نعم. يعني ما فيش كل فقرتين ثلاثة فيها ثغرة كبيرة وخطيرة جدا. نعم. بما فيها مجلس النواب في يد كل القوة. نعم. انا ما عنديش مشكلة على مجلس النواب، ما عنديش مشكلة في المسودة ديروا مجلس نواب جديد، انتخابات جديدة في الوطن. طلعوا مجلس نواب والمسودة هذه ما عنديش مشكلة، لكن ان تضع كل هذه القوة في ايدي غول يا اخي، هذا جن يعني، كشر عن أنيابه، أظهر نواياه تجاه الوطن، تجاه الثوار، تجاه عملية حرب دمار. دكتور فتحي، البعض يراك متشائما وتقرأها بعين التشاؤم في، بالعكس، ويرى أن هناك تطمينات. لا، أن هناك كثير من التطمينات في هذه المسألة. هذه البهرجة يا سيدي الكريم والأضواء والبهرجة والقروطات والمقرفونات لا 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 تغربية يعني، لأن أنا إنسان، مش أنا كشخص، وطني يا أخي الطاهر، وطني مر باستبداد، بقتل، بدمار، بتدمير بنية تحتية، بإهانة بكرامة الإنسان، ولذلك نأمل للأفضل لانتشال الوطن. هذا البرلمان، هؤلاء الأفراد اللي في البرلمان وضعوا أيديهم في أيدي مصر، دعموا مصر لتقصفت وطني ولا لا، والذين أعلنوا علنا أنهم يبوا برقة. طيب الآن هذا البرلمان تعطيه كل هذه القوة،
الذي دعم عملية حفت الكرامة تقتل في الشيوخ في الأطفال النزح رضا المؤتمر بهذا الأمر وتسمية المرشحين للحكومة تعده انتكاسة نعم وعده أصبر قوة المؤتمر في عدم توقيعه وقوة المؤتمر المطالبة بمجلس برلمان جديد أعلنوا عن برلمان جديد انتخابات في الوطن برلمان جديد ويبقى في طبرق وكلهم من طبرق ما عنديش أي إشكالية يعني ما عندناش مشكلة دعنا في تسليط الضوء على هذا الموقف فقط الآن المؤتمر الوطني احتمال أنه يعقد جلسة غدا أو بعد غد وأظنه غدا لأن الوقت قصير لو رضخ للتوقيت فهل إذا وقع على هذه أو وافق على ذلك وسمى المرشحين هل يعد بذلك أنه يعني باع الثورة وخان دماء الشهداء أو ما اتفق عليه 95 عضو من هذه المبادئ التي رفعوها شعارا وقالوا إن نلتزم بها هل في هذا التزام بهذه المبادئ؟ هناك تناقض لو 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 المؤتمر قدم المرشحين هنا يصبح تناقض مع توقيعه مع 95 التخوين وبيع دماء الشهداء يعني أنا لا أستطيع أن أذهب إلى هذا المستوى هو اجتهاد لكنه حقيقة مفروض لا يضيق وقت في هذا الاجتهاد المسودة واضحة جدا ثغراتها كثيرة يعني نقاطها كذا كيف 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 سيجاوب أهالي مدينة بنغازي سيدي الكريم أن تعطوا قوة لبرلمان يدعم قصفنا من مدينة طبرق بطائرات لمدة أكثر من سنة هجرنا دمرنا كيف سيجاوب المؤتمر أهل بنغازي أهل بنغازي فخورين بالمؤتمر لأنه لم يوقع كيف ترضى أن تعطي قوة لأشخاص تغولوا في استباحة الوطن وضع أيديهم في أيدين أجن في الإمارات في الأردن في مصر ويريت الإمارات والأردن ومصر ما عندناش مشكلة معهم لو كان تدخلهم في شأننا تدخل سلمي تدخل إيجابي مرحبتين أخوتنا في الله ماذا يجيب الجرحى الآن المبتورين الأطراف والجرحى الذين لا زالوا يعانون والأيتام الذين قتل أباهم لككلة لضحايا ككلة لضحايا وشفانة يا سيدي لضحايا أباري لكل ما يحدث في الوطن المؤتمر مطالب بإجابة تاريخية بينهم وبين ضميرهم يعني أنا لو كان هذا المجلس في طبرق من اليوم الأول سحب نفسه من الكرامة ولا لا ولأصبح برلمان للوطن كله ولا أيدناه والله ما شنو ليبيين كيفنا كيفهم لكن التدحنيس في القاهرة 24 ساعة موجود في مصر واستباح يعني طلب التدخل الخارجي يا دكتور طلب التدخل الخارجي أكثر من مرة وألح على ذلك أقول نحن في دماء الدماء للركبة في ليبيا وجيت تقول أعطونا سلاح وتعال يتدخل خارجي هذا مش برلمان سيدي الكريم هؤلاء أناس بصراحة مع اعتذاري ومع اعتذاري للوطنيين منهم يعني فقدوا الوطنية أو أنهم فعلا بعض الناس يقولوا هذول مصريين شور مصريين والله ما نعرف مش معقول العمى إلى هذه الدرجة يا أخي وطنك ليبيا بلادك حاشا المصريين من مثل هذه التصرفات التي لا يرضاها إنسان له حقيقة أنه يرضى بقتل تصل إلى عكاشة بقتل أبناء بلده وبضربه بالطائرات الأجنبية وغير ذلك مش معقول ويقارنوا بعد إذنك حتى لا يقولوا ليش جبتوا الناتو لم نأتي بالناتو من الصبح يعني ضمن في الفجر تعال يا ناتو معمر القذافي من 17 من 15 فبراير مش من 17 من 15 فبراير إلى 19 مارس مارس ما لم يمارسه الوحوش فينا من اغتصاب وقتل وجاب المرتزقة هو جاب الناتو متاعه والقناصة والحبوب والاغتصاب والقتل وإخراج الجثث يا راجل طرية بني آدم مسلم مقتول اطلع من قبره باش ما يجيش المجتمع الدولي ويثبت عليك أنك قتلت يا راجل أي إنسانية هذه أي عقلية مش الندي لك الناتو الندي لك اللي نقدر عليه يا أخي الكريم أسأل الجثث اللي أخرجت من الزاوية طازة ما زالت وجدت اللي أخرجت من تجورة أسأل البيوت اللي كانوا عليها طوابير كتائب أمن القذافي اغتصاب لنفس البيت نساء ما نجيب لكش الناتو أنت اللي جبت الناتو قبل فالمقارنة بين الآن طلب التدخل العسكري الآن وطلب التدخل العسكري في الثورة مقارنة فاشلة يعني مقارنة غير صحيحة هناك عمى بصيرة في النظر لهذه الأمور وحقيقة ما يجري وأيضا مسألة تضخيم هذه التحديات دكتورة حنان مسألة التضخيم والتهويل من قضية التدخل الخارجي والتلويح بها وعصا غليظة ومرة يقول لك حتى تهديدات حقيقية تهديد السفير الفرنسي والبريطاني و ديبورا أيضا ذكرت مثل هذا الكلام يعني هذا التلويح به كان الأمر يعني يا إما ترضخوا لمثل هذه البنود أو سنأتيكم بالجحيم
التدخل العسكري في النهاية ومقاومة أي تدخل عسكري في النهاية هي أمر مشروع لنا، وهو دفاع عن أرضنا وعن حقنا في تقرير المصير. أما التفريط في الإرادة تقرير المصير فهنا هذه الإشكالية، بمعنى الرضوخ للاحتلال بالمطلق والاستكانة إلى هذا الاحتلال. هناك فارق، أن تغلبني بالقوة لا يعني أن أسلم لك بإرادتي، هنا الفارق الكبير. فليملوا علينا ما يملوا من قرارات، ولكن سنقف سنموت وقوفا كالأشجار. هنا الفارق الكبير. وإن كنت أستبعد التدخل العسكري المباشر، لأن التدخل العسكري هنا بهذه الوثيقة سيكون بطلب الليبيين أنفسهم. ما معنى أن يكون التدخل العسكري بطلب الليبيين؟ معنى أن سابقة في العالم كله أن يطلب مجتمع وشعب احتلاله. في العراق لم يحدث هذا الأمر. في العراق هجموا عليه المجتمع وما زالوا في حالة مقاومة. لكن المطلوب منا وفق هذه النصوص أننا نحن من نطلب مصادرة إرادتنا في تقرير مصيرنا. طيب، وهنا هو الإشكال الأكبر. دكتورة حنان، كلمة أخيرة نختم بها هذا اللقاء. يقول أبو جعفر المنصور عندما سئل عن اللبيب من اللبيب، قال ليس الذي يتدارك الأمر بعد أن يقع، ولكنه الذي يحتاط للأمر قبل أن يقع. فهذه المسودة أرجو ألا ينظر إليها بعين تدارك الواقع، ولكن أن ينظر إليها بعين الاحتياط لما هو آتي إذا تمت هذه المسودة. نشكرك على هذه المداخلة المشاركة الطيبة وهذا التفاعل. نسأل الله أن يحفظك وبارك الله فيك. دكتور فتحي، كلمة أخيرة نختم بها. هذا أنا تواترت هذه الأيام رائحة ليبيا الغد والمنشقين. ليبيا الغد يحط يدين في يد المنشقين وينطلق، وهذا هو المشروع، يستفيد منه اليون ويستفيد منه الباشا. إن صح هذا. كلمة بسيطة على مشروع ليبيا الغد. مشروع ليبيا الغد جاء في 2006 و2005 بعد احتقان النظام السابق. خلاص الناس بتتطربق في الشوارع. الفقر، أسرة ب 14 فرد عايشين في غرفة واحدة في بيت صغير. الفقر أكبر، أغنى أرض وأفقر الشعب. تلك النغمة أيام معمر القذافي. الاحتقان وصل إلى أقصاه. مشروع ليبيا الغد حقنة مخدرة، تنفيسة اقتصادية لم يكن لها أي علاقة بحرية الرأي، بحرية الإنسان، بالجانب الأمني في نظام القذافي لا يمس، السلطة لا تمس، القوة، القبضة الحديدية باقية، شوية انفراج اقتصادي يسمن فيه السمين، يزيد السمين، والآخر يروح يتحصل على بقايا. مشروع ليبيا الغد مشروع خدم تلك المرحلة، وهاجمناه ونقدناه وكذا في وقتها. ماشي الحال؟ لا علاقة له، تجاوزته الثورة. كان إذن هو غير موجود. كان إبرة مخذرة للناس، أو إخراج النظام السابق من احتقانه إخراج بسيط. هذا طموحات ليبيا الغد ولا لا؟ طموحات ما بعد تجاوزته الثروليس، لأن الطموح كبر. مش بس بنخرج من انفراج سياسي، بل نريد أن تغيير جدري. ليبيا الجديدة. ليبيا الغد مشروع قصفته، نهته، ألغته ليبيا الجديدة. أما الذين يأتوا بليبيا الغد أكل عليهم الدهر وشرب، وبصراحة ربي إذا كانوا مازالوا بيتخلفوا بينا رجعيين لما يسمى بليبيا الغد، أستحلفكم بالله أن يعني فقدوا الرؤية حتى الاقتصادية والسياسية. بعد كل هذا الدم كان ليبيا الغد مسموع في تلك اللحظة من بعضنا ومعارض من بعضنا. فما بالك الآن؟ نشكرك دكتور فتحي الفاضلي محلل السياسي، وكما نشكرك دكتورة حنان شلوف، وكما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.